حلو. اكيد عندنا حديث كبير جدا ومطول عن الدوري المصري الممتاز او دوري النايل في الجوله الاولى، وكمان ظهور الانديه بشكل مختلف وبشكل مميز جدا. لو بنتكلم عن النادي الاهلي، خلينا نبتدي بمباراه امبارح. النادي الاهلي قصاد سيراميكا كليوباترا وفوز كبير بنتيجه 5-2. شفنا نادي الاهلي بيختلف تماما بين الشوط الاول وما بين الشوط الثاني. قولي شفت اللقاء ده ازاي؟ والله طبعا هو يعني الدوري هياخد شكل جديد ان شاء الله باذن الله. نتمنى ان الفرق كلها تكون على قدر من المسؤوليه، وان هم يقدموا حاجه بقى السنه دي جديده للجمهور وللكره المصريه. محتاجين الحته دي، لان طبعا احنا بنحاول نعدل اول التعديلات اللي هتحصل في شكل الدوري علشان خاطر الدوري بتاعنا يبقى قوي ويبقى دايما مستمر. لازم يتقلص لعدد فرق معينة يعني عشان يدي يعني الفرصة للعيبة انها ترتاح. لو انت بصيت نسبة الاصابات اللي موجودة في كبيرة جدا، الفرق دلوقتي اجهاد بدني كبير جدا بالنسبة لكل لعيبة الدوري المصري الممتاز، خاصة لأندية القمة. بالظبط. انت متخيله قد ايه عدد الماتشات اللي بنلعبها في ايام قليله جدا؟ صحيح. وده بيأثر على المنتخبات، وبيأثر كمان صحيح. على المنافسه الاخرانيه، يعني اذا كان ناديين كبار مثلا زي الزمالك والاهلي بيجيبوا لعيبه النهارده، افضل لعيبه عندهم مصابين اكيد يعني أكيد. فطبعا ده نتيجه الضغوط اللي موجوده حضرتك مع الدوريات. الشكل الاستثنائي او الموسم الاستثنائي من الدوري المصري الممتاز او دوري النايل، الموسم الاستثنائي الحالي والنظام المختلف. طبعا يعني انت يعني التغيير اللي بيحصل دلوقتي ده لصالح الكره المصريه أكيد. في الفتره أكيد. اللي جايه، يعني يمكن السنه دي هيبقى في برضه لسه في شويه ضغوطات، لكن انت برضه عندك في الاجنده بتاعه المنتخبات برضه طبعا، توقفات كتيره جدا جدا في الفترات كتيره، مهمه مطلوبه ومحتاجينها. المنتخب المصري محتاجها علشان خاطر نخرج شويه من العصبيه اللي بقت موجوده في الكره المصريه. اكيد. يعني الحوارات اللي بتحصل، المشاكل القاعده، والحرب اللي بقت ما بين على السوشيال ميديا اللي بقت موجوده بشكل كبير. طبعا انا شايف ان الدوري الماتشين اللي اتلعبوا بدايه كويسه كنادي الزمالك والنادي الاهلي، البنك الاهلي وامبارح سيراميكا والاهلي، طبعا نتيجه كبيره النادي الاهلي عملها. نادي الزمالك بيلعب مباراه لغايه اخر ثانيه من المباراه بيقدر يحرز اهداف، ففي تشوق للبطوله، فيها عنصر هيبقى يعني هات وخد السنه دي يعني. لكن برضو لازم نحط في اعتبارنا يعني الجماهير بقى وحته المهنه، عشان ما نضغطش على اللعيبه بتاعتنا يعني، لان اللعيبه بتاعتنا واضح انها مرهقه. صحيح. مرهقه ذهنيا. الحوارات اللي بتحصل بتخلي اللعيبه بتخرج عن المألوف. النهارده لازم يبقى فيه العقاب ويعني الحاجات اللي ايه، حد بيخرج عن النص يتعاقب يعني، ولازم يتحط قوانين بقى مهمه جدا، الثواب والعقاب. طبعا. لازم، مهم جدا. انت اللعيبه ابتدت تخرج عن اسلوبها في التعامل مع الفرق الثانيه حتى، فاحنا محتاجين ان احنا يبقى في انضباط شويه. انضباط شويه في الحته دي. صحيح. يعني الحته دي هتفرق معانا كتير جدا، وهتدينا مستوى اعلى اكيد. ادي انا فكره أكيد.